احنا موجودين اليوم في وزارة الكهرباء والماء في منطقة جنوب السرة. هذه الوزارة عندهم اليوم حملة تبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم المركزي. راح يعني الموظفين والمراجعين اللي حاب يتبرع راح يكون ان شاء الله أجهزة ومعدات بنك الدم موجودة في هذا المكان. لكن ودنا نتكلم اكثر واكثر عن هذا الموضوع. معنا المهندس فؤاد العون، وكيل الوزارة مساعد لقطاع محطات القوى الكهربائية وتغطية المياه بوزارة الكهرباء والماء. مهندس صباحك الله بالخير ويعطيك العافية وعساك على القوة. صباحك الله بالنور، وأنا أشكر تلفزيون الكويت برنامج صباح الخير على مشاركتهم لنا في حملة تبرع في الدم صباح اليوم إن شاء الله. سعادة الوكيل، ودنا نتكلم عن يعني حملة التبرع اليوم. هذه الحملة راح تكون إن شاء الله بينكم وبين بنك الدم المركزي في هذا المكان في هذا الموقع، يعني ودنا نتكلم عنها، طريقتها، الموظفين، المراجعين اللي حاب يتبرع إن شاء الله. الفكرة اليوم الحملة جت بتوجيهات معالي وزير النفط ووزير الكهرباء والماء المهندس عصام الزيد لعمل الحملة التبرع بعد ما نجحت الحملة السابقة في محطة شعيبة. فلاقت نجاح كبير لدرجة أن المتبرعين كانوا أكثر من الكميات اللي كان متوقعينها بنك الدم من المتبرعين. فكان حريص جدا أن نشكلنا لجنة في تواصل مع بنك الدم لعمل حملة اليوم لموظفي وزارة الكهرباء والماء، إضافة إلى أن عندنا في موقع تويتر وموقع إنستغرام أعلننا كوزارة الكهرباء والماء أن في حملة تبرع للمراجعين، لأي أحد موجود في هذه المنطقة هذه يحب يتبرع، بنك الدم موجودين للتبرع. سعادة الوكيل الوزارة المساعد لقطاع المحطات القوى الكهربائية وتغطية المياه مهندس فؤاد العون، لو نتكلم عن يعني طريقة التبرع، أنتم عملتوها قبلها مرة في موقع آخر، لكن هالمرة في وزارة الكهرباء في جنوب السرة، يمكن الموظفين راح يكون أكثر، المراجعين راح يكون أكثر معاكم في هذا المكان. بالتأكيد هم الموظفين راح يكونون هم الأكثر شريحة راح تكون متبرعة في الدم، اللي عاملين في موقع الوزارة. في المواقع الأخرى هم تم إبلاغهم، وأنا متأكد راح يحرصون أنهم يتواجدون، وأنا أتوقع اليوم أن تكون الأعداد أكبر من الكمية اللي قدر يعني تستوعبها سيارة بنك الدم اليوم كما حصلت في الأوقات السابقة في المرات السابقة. والمراجعين، أي مراجع عندنا مختلف شرائح من المراجعين اللي يدفعون فواتيرهم، اللي عندهم يعني بعض الأمور اللي بيحلونها في الوزارة، أهم بعد مفتوح لهم التبرع إن شاء الله. نعم. سعادة الوكيل، بدو أن أنت يعني مسؤول على قطاع محطات القوى الكهربائية وتغطية المياه، ودنا نتكلم عن المحطات الكهربائية، عن استعداداتكم وعملكم ودوركم في هذه المحطات. ما شاء الله احنا قاعد نشوف جهد أكبر وأكبر، عمل أكثر، خاصة احنا الحين في فترة يعني خلينا نقول في فترة البراد، ما نقول في فترة الصيف. احنا طبعا الفتره هذه من شهر بدايه سبتمبر الى نهايه مايو بدايه يونيو هي عمليه البرامج الصيانه السنويه للوحدات الانتاج الكهرباء والماء. الحمد لله البرامج ماشيه، في امور قاعد يعني عقود راح توقع عن قريب، وفي عقود قاعد ناخذ اجراءات التمديد لها علشان نخلص اجراءات الصيانه بالوقت المناسب ونكون جاهزين لصيف 2018. وأنا أحب أطمئن المستمعين الكرام، المستهلكين الكرام، إن بإذن الله إحنا على استعداد وزارة الكهرباء والماء خلال لصيف 2018 من معداتها، موظفينها على أهب الاستعداد في 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 إنتاج الكهرباء والماء في فصل الصيف 2018. سعادة وكيل وزارة المساعد لقطاع محطات القوى الكهربائية وتغطية المياه المهندس فؤاد العون، يعطيكم العافية وعساكم على القوة. هذه رسالة لكل من حاب يتبرع، أبواب وزارة الكهرباء موجودة ومفتوحة للمراجعين وللموظفين الموجودين. شكرا جزيلا. الله يبارك فيكم ويعطيكم العافية على المشاركة معنا. مشكورين جماعة.